رأسه الأبيض من الدنس. الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل.